اسمي يا أسيتش. حاولي تلم اللي باقي منهم حواليها وتحافظ عليهم وتحاول تحميهم وتبعدهم عن الشر. كنت عارفة انك مش هتسيبنا لوحدنا وهترجع لنا تاني. خلافاتنا حاجة وعداواتنا مع الناس حاجة تانية خالص يا جان هانم، ومن الواضح انهم هيفضلوا ورانا لحد ما نتجمع ونبقى كلنا مع بعض. صح، هم عارفين ان احنا لما نتفرق يبقى اسهل ليهم يقضوا علينا، عشان كده رجوعك ده هيخلي اللي باقي من العيلة يقفوا تاني مع بعض. انا دلوقتي بس نفسي الاقي امي عشان ما اخسرش حضنها زي ما خسرت حضن ابويا، وان شاء الله بعد ما اخلص اللي احنا فيه هرجع ادور على عيلتي من تاني. احنا عيلتك يا حسن. الو يا جيهان، اسمعيني منير. خير يا سراج؟ نعم. انت لازم تتركي القصر هلا، في ناس بدهم ينهوا حياه عيله العطارين كلها. ايه؟ انا مش فاهمه ايه اللي انت بتقوله ده، عايز ايه؟ وخدي معك اغراضك المهمه، انا طبعا رح احاول اني احميكي. سراج، الو الو. في خير يا مريم؟ في ايه؟ فارس. طيب اطلع على فوق انا اتصرف. يلا 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 اطلع اطلع. طب اقفل انا دي، انا هتصرف. بغض النظر عن السبب اللي خلاها تكلمك عشان ده مش وقته، بس شفت كل اللي قلته لك بيحصل. لازم تتحرك يا يحيى قبل ما كل حاجة تضيع منك. مش غريب علشان ما تعمل كده، طول عمرك تكرهني انا وامي. انا اللي مستغرب وحسن ازاي وافق. انت فاكر ان هو اللي هيسوق؟ جيهان اختارت اضعف واحد فيكوا عشان تركب هي الكرسي، وبكرة تملى دماغه وتخليه يطردك زي ما طردت مامتك. دي فرصتك الوحيدة زي ما نادي قالت لك، ومفيش حد أحق منك إنه يبقى كبير العطارين. أنت الكبير يا يحيى. لا تبقى ابني ولا أعرفك لو الكرسي ده ضاع منك يا يحيى. عمرهم ما كانوا أهلنا، ولا هيخلونا في يوم من الأيام نبقى منهم. هيفضلوا شايفيننا خدامينهم يا يحيى. الكرسي ده مفيش حد أحق بيه منك يا ابن بطني. الله يرحم الجميع. الأمانة وصلت يا باشا. هايل يا فتحي، مستني منك رسالة بالميعاد اللي اتفقنا عليه. نوح ده اسمه؟ هما الرقم؟ مع إن الوش الخشب ده مش لايق عليك خالص، بس ما عنديش مشكلة أشوف نوح ده يطلع إيه. يطلع حاجة كبيرة أوي، وماشة تانية من الرجالة الكبار، واحد من الناس اللي هتقابلهم مرة واحدة في حياتك، والمرة دي يا تكسب رضا يا تخسر نفسك. أنا هكسب من ورا نوح ده إيه؟ يا بني آدم افهم، نوح ده يبقى البوابة لكل الشغل التحتاني في البلد. من الآخر كده، معرفة نوح لوحدها تنططك سلالم كتير قوي في سلمة واحدة، بس المهمة تبقى تحت طوبة. هو ايه اللي بيحصل يا ماما؟ عايزين يخلصوا مننا. هما مين دول؟ كل الناس، القريب قبل الغريب. عشان كده ما قررت ان احنا نسافر لغايه الدنيا ما تهدى. قول لاخواتك يحضروا باسبوراتهم. احنا مش هنهرب. لا هنهرب،
عشان ما عنديش اي استعداد اني اخسر حد فيكم تاني. انا هخلي المحامي يحجز لنا التذاكر. يلا بسرعه اتحرك. انا تحت امرك يا باشا. نوح نوح بس تحت امرك يا نوح. الكلمتين اللي هقولهم لك دول مش تحت العرض والطلب، يعني هتسمعهم وتمشي. الكباريه بتاعك بالنسبه لي عباره عن ميتنج روم كبير بيحصل فيه اتفاقات كتير. من الاخر انا عايز نتيجه الاتفاقات دي كلها تبقى عندي، واللي ليك عندي حمايه المكان وبس. كلك واجب يا نوح، بس ما تاخذنيش. يعني هو ايه اللي خلاك تسيب فتحي؟ هو مش كان الراجل بتاعك يعني؟ انا ماليش رجاله يا ابني. وبعدين زي ما قلت لك الكلام اللي هقوله لك ده مش تحت العرض والطلب، يعني هتسمعه وهتمشي، ولك مطلق الحريه انك تعمل اللي انت عايزه. بس انا كمان هيكون لي مطلق الحريه ان اعمل اللي انا عايزه. وانا تحت امرك يا باشا، بس والنبي ما تزعل. ايوه رضوان جاهز. رضوان طول عمره جاهز. النهارده الليله الكبيره. شفت يا ابو الولاد؟ حسن اللي اتحرم طول عمره من القصر وانت عايش بيجي فيه دلوقتي وانت مش موجود، وعاوزينه يبقى كبير. مش عارف ازعل منك ولا ازعل على نفسي. مش عارف اذا كان صح اصلا وجودي هنا ولا غلط. يابا ولادك كلهم في خطر، عاوزين نحميهم. هحميهم، ومش عشانك ولا عشان ابقى كبير، عشان هما مالهمش ذنب. مفيش حد فينا اصلا ليه ذنب.
يحيى. استغرب ليه يا حسن؟ ده انا اللي المفروض استغرب انك هنا. انا جاي الحلاله اللي بتوع يحيى. غريبه. لا انا كمان جيت عشان الحق العيله اللي بتوع. خلاص نلحقها سوا. بس الكرسي ده ابو علي ما بيشيلش غير واحد بس.